قلبي بو مصطفي يا بو مصطفي نحن بنحبك يا بو مصطفي نحن بنحرك معك دارين أمل إيه يا بيي من اللي دحر اليهود وزتهم على الحدود الرئيس بري أمل إيه يا بيي من هو خليفة الإمام يا بيي الرئيس بري أمل إيه يا بيي من هو اللي إذا شلنا حرف الهاء من اسمه بصير نبي أكيد الرئيس بري شو ها؟ شو ها؟ شو ها؟ جبران على الجدران شو يا بيي؟ أمل إيه يا بيي بما أني مسؤول الأعلام بالحركة وأنت مسؤولة الصور وبما أنه جبران على الجدران حطي بري على جبران حاضر يا بيي من اللي دحر اليهود وزتن على الحدود؟ الرئيس بري من هو خليفة الإمام؟ الرئيس من هو اللي إذا شلنا حرف الهاء من اسمه بصير نبي؟ ولك الرئيس بري الرئيس بري الرئيس بري من اللي؟ الرئيس بري شو ها؟ شو ها؟ ولا شو ها؟ ولا شو ها؟ رجع جبران على الجدران يا بيي أمل أمر عسكري يا أمل بما أنه رجع جبران على الجدران رجع حط بري على جبران حاضر يا بيي امشي يا بيي لوين يا امل خلص يا بيي لنفل لا يا امل بدنا نلبد هون ونشوف منو اللي عم يلعب بتوازنات البلد يا بيي البدي هون لقلك البدي هاي 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 مين انتو كليله ودمنا تحكيش يا امل شو بدكم مني بدك تسال اللي فوق فيش الا اللي فوق بيعرف مين اللي فوق الله ليش في غير الله دخيل اسمه تحكيش يا امل طب ليش عم بتلزق صور بري على جبران بدك تسال اللي فوق فيش الا اللي فوق بيعرف مين اللي فوق الله ليش في غير الله فوق دخيل اسمه تحكيش يا امل طب معقول لقي حل لمشكلتنا بلا في حل شو هو الحل هو انه اللي مش مؤمن بخياراتنا السياسيه ياخذ الخيار الاخضر ويحطه ويتامله على امل انه توضح الرؤيه اكثر معه انا ما توقعتش من الاول تحركش يا امل تحركش يا امل تحركش يا امل حركه امل